الأطفال دون الخامسة من العمر بين التحصين والرعاية الصحية. حملة شلل الأطفال تستهدف الأطفال من عمر اليوم لعمر الخمس سنين، الحصبة من بداية الشهر السابع لعمر الخمس سنوات كمان، بالإضافة لفيتامين آ. اللقاح آمن فعال مجاني بيعطي حصانة للأطفال. هيدي الأوقات صحة أطفالنا وبتهمنا كتير. نحن هون مركز صحي لنستقبل الأطفال لندعمهم بحملة للحصبة والشلل. طبعا نحن عم نتعاون مع منظمة الصحة العالمية، هي شايفة ضرورية لدعم صحة الأطفال لحتى يتناولوا كل الأطفال إنه حماية كاملة من هالمرض. تعرفوا أنتوا الاختلاطات بتطلع عنه لهالمرض إذا صارت. لقاح آمن ويقدم بشكل مجاني مع تسيير فرق جوالة لتأمينه في كافة المناطق والقرى. بنصح كل حدا الأهالي يعني ما لقح حد يجي لقحه، لأن كثير هالموضوع مهم يعني للولد، خاصة مشان شلل الأطفال. الرسائل وصلت لجميع الناس أكثر من مرة على الموبايلات، فكانت الحملة واصلة للجميع، عرفنا فيها من خلال الرسائل على الموبايل. كثير الحملة مهمة للأطفال لوقايتهم من الأمراض السارية والموجودة بهالأيام. مهمة كثير خاصة بهذا الوقت، في كثير أمراض منتشرة، بنحمي أطفالنا منها وبتقوي مناعة الطفل من أي أمراض خطيرة بتحميهم. تقدم للأطفال بغض النظر عن اللقاحات السابقة في إطار جهود وزارة الصحة لتأمين الرعاية الصحية والتحصين ضد الأمراض لأطفال سوريا.